تخص حضراتكم كأخوات، وحاجة بصفة عامة تخص الجميع. ما يخص الجميع، هقرأ رسالة روميا أصحاح 12، وما يخص حضراتكم هقرأ أمثال 31. أمثال 31 هقرأ حاجات رب الدهاني لتشجيع حضراتكم في هذه الفرصة، وأقرأ بس ما يخص هذا الأمر. في أمثال 31 يورينا من عدد 10، من عدد 10 أخذ اللي الرب مدهوني بس بتركيز. بيقول في عدد 12: تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياته، تطلب صوفا وكتانا، وتشتغل بيدين راضيتين. عدد 15: وتقوم إذ الليل بعد، وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. أجل شوية للتشجيع. 25: العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآتي. ثم في نهاية الأصحاح عدد 31: أعطوها من ثمر يديها، ولتمدح أعمالها في الأبواب. أربط مع رسالة روميا أصحاح 12 عشان نكون كلنا اللي كانوا معنا امبارح في الاجتماع العام أو النهاردة الاجتماع الخاص لحضراتكم، هقرأ ما يخص الجزئية دي بالذات، روميا أصحاح 12. شوفوا بقى في عدد 3: فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى الطعق. أجري شوية وأشوف عدد 9: المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. عدد 11: غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب. عدد 14: باركوا على الذين يضطهدونكم، بارك ولا تلعن. عدد 16: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. عدد 19: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: للنقمة أنا أجازي، يقول الرب. 21: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. ايه الربط بين امثال 31 وروميا اصحاح 12؟ امثال 31 وروميا 12 في ربط عجيب قوي الرب ادهوني النهارده منذ قليل، الا وهو هذا الربط يتركز في ان الشخصية المكرسة تتخطى كل المعوقات، بمعنى آخر الموانع، بمعنى ثالث الحواجز، عن التكريس بمعنى ثالث. الشخصية المكرسة لا يقف أي مانع أو حاجز أو أي شيء من مستجدات أو متغيرات تعوق تكريسه. ما هي الموانع أو الحواجز اللي ممكن تعوق؟ أول حاجة بنشوفها في الجزء اللي قدامنا، حيث أنا قرأت على مسامع حضراتكم أهم الأجزاء. مثلا في عدد 12: إنها ضد الشر، ضد الشر. بصوا: تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياته. المجتمع كله والعالم كله وضع في الشرير، وزي ما قال الكتاب: من الأشرار يخرج شر. فمهما كان المجتمع، الشر بيزداد جدا، لكن الشخص المكرس يصنع الخير وهو ضد الشر. عشان كده في المزمور 97 عدد 10: يا محب الرب ابغضوا الشر. طب تعالوا نطبق في روميا 12.
شو بيقول ايه بخصوص الشر؟ عدد 9، كونوا كارهين الشر كأني بولس قاعد مع كاتب المزمور. يا محب الرب ابغضوا الشر 97:10، وهنا كارهين الشر اشكرك يا رب. طب وامثال 31، الشخصية المكرسة بتصنع الخير ولا يمكن تصنع الشر؟ اول حاجة، طيب اكد لي اكتر. بص ربنا بيسعفنا بالحاجات دي في نفس روميا 12. اسمعوا الكلام المعزي ده واللي بيحطنا امام مسؤولية تبارك اسم الرب من كل القلب، نفس الاصحاح. لو شفنا مثلا الجزء الاخير بيقول ايه في عدد 21، لا يغلب هلنك الشر بل اغلب الشر بالخير اشكرك يا رب. اذا كاتب امثال 31 كانه قاعد مع كاتب روميا 12. نعم، فانت تتخطي وتتعدي كل معوقات الشر في هذا المجتمع. نكره الشر؟ لا يغلبن الشر نفوسنا؟ نعم. حاجة تالتة، عدد 17، رومية 12، لا تجازوا أحدا عن شر بشر. يا سلام يا سلام. إذن وارد جدا إن ناس تجازينا وتتعبنا بشر، أي صور الشر، صور كلمات، والكلام ده مش سهل أبدا. أحب إرميا اتعرض لمواقف صعبة، ومن ضمنها في إرميا 18:18، هلما نضربه باللسان، نضربه باللسان. أي واحدة ضربتك باللسان أو كلمت كلمة جارحة، من فضلك عديها، عدي وهدي. احنا مش بتعود كده، لا تجازوا احدا عن شر بشر. احنا لا يغلبنا الشر بل نغلب الشر بالخير. احنا بنكره الشر، احنا بنصنع الخير. دي النقطة الاولى، وانا هكتبها عشان تكون بركة ليا ولغيركم. الخير ضد الشر، ده رقم واحد. رقم 2، فكروا الشخصية المكرسة لا يمكن الكسل أو الرخاوة تعوقها عن تكريسها. هتقول لي طيب عرفت إزاي الموضوع ده؟ مثلا في أمثال 31، شوفوا بقى، تلاقي كلمات كتير جدا. مثلا بالليل عدد 15، تقوم ذي الليل بعد، تعطي أكلة لأهل بيتها، فريضة لفتياتها. ده بالليل، بصوا بقى رؤيتها وتأملها، تتأمل حقلا فتأخذه، ثمر يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة، تشد ذراعيها، كل ده. 19، تمد يديها إلى المغلق وتمسك كفاها بالفلكتي، كل ده طبعا. طب تعالوا نطبق في روميا وأصحاح 12. تفضل يا رب، عايز تقول لنا إيه عن الشخصية المكرسة الخادمة؟ بصوا في عدد 18، المدبر فباجتهاد. طيب قول لنا ايه تاني يا رب ضد الكسل؟ عدد 11، غير متكاسلين في الاجتهاد، غير متكاسلين. اذا انت ضد الشر وايضا ضد الكسل، فالكسل او الرخاوة، انتبهوا احبائي، الرخاوة لا تمسك صيدا. واحنا في ايام ضيق خاص، ان ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. فاحنا عايزين ايه؟ تتشدد نفوسنا، تتشجع قلوبنا،
فالشخصية المكرسة مبكرة وساهرة ومثابرة، والشخصية المكرسة لأنها ضد الرخاوة وضد الكسل، فتلاقي هذه الشخصية مجتهدة مجتهدة ودائمة الاجتهاد، فحينما تدبر أو تقود فرصة أو تقود عمل أو تقود خدمة تلاقيها مجتهدة. أشكر الله عليكم جميعا، وأنا بقول الكلام ده وأتحمل مسؤوليته قدام الإخوة حتى لو وصلهم، أنا بعزهم بحبهم. شوفوا من فضلكم أكثر سخاء في المجتمع الروحي أو غيره، وأكثر مثابرة وأكثر تبكير وأكثر سهر، هتلاقيه في السيدات في الأخوات. خلينا في الاجتهاد، معظم الأخوات يتحمل المسؤولية ويذهبوا الاجتماعات مبكرا، ويحس رجالهم أو أولادهم أو بناتهم أو أعزائهم على ذلك. شوفوا المسؤولين فيكم عن اجتماعات أخوات أو اجتماعات درس كتاب أو السيارة أو المتابعة للقديسين أو احتياجات القديسين وغيرها. كم نشكرك يا رب، كم نشكرك يا رب. أيوة لا أخواتي العزيزات، رب صقلني بشيء أثناء وأنا بتحدث دلوقتي. شوفوا جزئية معينة بيحطها الكتاب المقدس في أمثال 26 من 12 خطية. أشوف الخطية دي اللي مذكورة في عدد 13 عن الكسل، قال الكسلان الأسد في الطريق، أمثال 26-13. الشبل في الشوارع، دلوقتي الكسلان بيقول إيه؟ مش الأسد في الطريق ولا الشبل في الشوارع، كورونا في الميكروباص، كورونا في الباص، كورونا في كل منطقة، كورونا في السيارة، كورونا في الشارع، كورونا في كل، صحيح ورد ودخل هذا الفيروس، لكن نشكر الله على الصحة اللي رب مديها لنا لغاية دلوقتي، والمعونة كل واحد يشكر إلهه على المعونة اللي اديها له الرب وحفظه، وإن كان مرض والرب شفاه دي من إحساناته، وإن كان الرب حتى الآن وهيستمر بمعونته في حفظه لحضراتكم من أي مرض ده من كثرة صلاحه. لسه بكلم حد من حضراتكم وده من صلاح الله، من كثرة صلاح الله، وهكذا. أمثال 26-14، الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه، الكسلان يخفي يده في الصحفة وشق عليه أن يردها إلى فمه. الحاجة الثالثة دي، الكسلان أوفر حكمة أو الرابعة في عيني نفسه من السبع المجيبين بعقل. شوفوا كم حاجة بيقولها، قول الكسلان الأسد في الطريق الشبل في الشارع، خلي بالك نوم الكسلان، باب يدور على صائره والكسلان على فراشه. طب ايه تاني؟ يد الكسلان، الكسلان يخفي يده في الصحف وشق عليه أن يرد على فمه. طيب ايه تاني؟ فكر الكسلان، الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبع المجيبين بعقل. يبقى أول حاجة أنت ضد الشر، تنتصر على الشر بالخير مهما كانت صور الشر أيا كان. الأمر الثاني الكسل أو الرخاوة. الأمر الثالث اللي بنشوفه قد نستكمل مرة أخرى إذا تأنى الرب، بصوا في الجزئيات دي، لا بخل. أنت بتتحدي البخل، ممكن يكون دخلك قليل، ممكن يكون معاشك قليل، ممكن تكون عايشة في وحدة، ممكن تكون ترملت مبكرا، ممكن تكون أقرب من لك من أنفس بكل أسف حرموك من الميراث الأرضي، لكن برغم قلة وندرة الدخل لكن نثق
في الحياة المكرسة لا تعرف البخل لكن تعرف السخاء، تعرف العطاء. عشان كده بصوا مثلا في الجزء اللي قدامنا في أمثال 31، بصوا عدد 20، الشخصية المكرسة تبسط كفيها للفقير، كفيها للفقير. هما الكفتين دول هيبقوا فاضيين no way، بطريقة بأخرى إن لم يكن بطريقة الدفع، فالكفين تعملا لخدمة الفقراء. بصوا بقى، تمد يديها إلى المسكين. ليك الشكر يا رب. وده بيساعدني جدا إن أقول لكم حاجة تشجعكم من روميا أصحاح 12 أربط وأجيب لحضراتكم التطبيق. روميا أصحاح 12، تفضل يا رب. عايز تقول لنا إيه على الشخصية المكرسة؟ تقول الشخصية المكرسة ممكن تكون موهوبة في العطاء، وده اللي قاله في عدد 8 الجزء الثاني، المعطي فبسخاء. بص بقى، هتدفعي 5% ولا 10% ربنا يكافئ، 15-20% بدأنا نعمل صح، ولكن هتدفع أكتر يبقى أنت موهوبة. حاجة تالتة، هيجيلك وقت من الأوقات مش تقول للرب أدفع كام، هيجيلك وقت كل ما تتكرسي هتاخدي بس احتياجك، والقليل الذي للصديق خير من سجوة أشرار كثيرين، لأن سواعد الأشرار تنكسر وعدد الصديقين الرب. فالرب يحفظ أيام الكملة وميراثه من عند الرب يكون. ليه؟ إيه اللي هيخليك تعملي كده؟ هتبص وتلاقي نفسك قنوعة مكتفية. ربنا يبارك لك في الفساتين، يبارك لك في الأحذية، يبارك لك في أساس الشقة، يبارك لك في الطعام، يبارك لك في الصحة، ما تحتاجيش أدوية كتير، ما تحتاجيش تروح عند دكاترة كتير، مش هتحتاج المحاميين ولا كده. ايه ده كله ده؟ ده يساعدك اكتر على السخاء. تقولي طب وضح لي الموضوع ده اكتر ازاي؟ ان كنت وضحته الكفين او اليدين كيف تبسط وتقدم؟ بصوا في روميا 12-13 تبان ازاي، مشتركين في احتياجات القديسين. يا سلام، احتياجات القديسين طبعا. وأشكر رب لأجلكم ولأجل شركتكم مع القديسين في الاجتماعات وفي الجمعيات وفي الأسر وفي العائلات، وكم وقفتم مع أسر وعائلات وأخوات وأولاد وبنات في دخول مدارس، في دخول جامعات، في خطوبات، في غيره. الرب يزيدكم، يحميكم، يحفظكم. مشتركين في احتياجات القديسين، اسمعوا اللي جاي، عارفين على إضافة الغرباء، عارفين كلمة إضافة بتيجي إيه؟ مش بس هوسبيتاليتي، أي متابعة ومراجعة وإضافة ولا كذا. رب يشغلني بآية رجعت لها في اللغة اليونانية، كانت سبب تعزية ليا في يوم من الأيام، هقراها لكم ونفس الكلمة في عبرين 13 وعدد 2. عبرين 13 بيبدأ لتثبت المحبة الأخوية، وبعد كده في عدد 2 لا تنسوا إضافة الغرباء. عارفين إضافة هنا جاية إيه؟ إضافة الغرباء، لأن بها أضافة وناس ملائكة وهم لا يدرون. أنا عايز أتكلم عن إضافة بس معناها، عارفين جاية إيه قدامي؟ الاستغاثة. استغاثة يعني إيه استغاثة؟ يعني واحد محتاج، واحدة محتاجة، انت تغيثها. طيب مين صاحب الإغاثة والاستغاثة والملجأ اللي دايما لكل المجد بنلجأ إليه ويشجعنا؟ شخص الرب، اسمعوا النبوة عنه، إشعياء 50:4، أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة.
أغيس المعية بكلمة. أنت لما تستغيثي بالرب، الرب يديك كلمة، الرب يعطي كلمة. نعم، ولما آخرين يستغيثوا بك تصلي لأجلهم وتقفي معاهم وتشجعيهم وتطلبي لأجلهم، وحينما تطلبي أن يسدد عوازهم واحتياجهم. أخذ مقدونية لما الرب استخدمهم، بولس بيشجعهم يقول يا جماعة العطاء اللي انتوا قدمتوه ده وبتقدموه ده، كلام ده في كورنثوس الثانية، وخليني أجيبه لتشجيعكم ورفعة نفوسكم، وفي كورنثوس الثانية أصحاح 8 وأصحاح 9 يتحدث، لكن خليني في 9 كورنثوس الثانية 9 12 أقول لكم هذه الكلمة، لأن افتعال هذه الخدمة، كورنثوس الثانية 9 12 افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. يا سلام، يعني أنت لما تشترك في احتياجات القديسين وتعطي بسخاء وتشجع كثيرين وتعطي من قلبك، دي مش بيسدد عوز بس، لا، الناس اللي بتأخذ هذه الإبات لتوصلها، وحينما أيضا توصل إلى المستهدف المحتاج، الشخص الأنات أو القناة للتوصيل بيشكر الرب، والأخ أو الأخت صاحب الاحتياج حينما يسدد احتياجه أيضا بيشكر الرب. عدا ذلك يسدد الاحتياج. أريد أن أكتفي لضيق الوقت، لكني أقول في النهاية وأترك الفرصة لحضراتكم، حيث استخدمكم الرب في صلوات مشجعة، ثلاث حاجات الرب يعطيك قوة أنت تخطيها، ولا توجد فيك، ولا توجد فيك عزيزي عزيزتي. أولا، مفيش شر يحفظنا الرب، نكرهه، كارهين الشر، نبغضه، لا نجازع عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة، لا يغلبن الشر. اثنين، مفيش كسل، مفيش رخاوة، تشددي، تشجعي، بكري، اسهري، ثابري، استمري. الدنيا بتشطب يا جماعة، ما حصلش قبل كده ما يحدث دلوقتي في المسكونة في كل العالم، الأطباء والخبراء متحيرين، الرؤساء والسلاطين متضايقين، المرضى كثير منهم مكتئبين أمام هذا وذاك. ألا تشكر الرب إن أبقى لك حياة ومنحك هذه الحياة والرحمة، وإداك في صلاح وقت، وإداك قوة؟ فلا للكسل، لا للشر. ثالثا وأخيرا، لا للبخل، لا للشح، بل للسخاء، للكرم، للعطاء، للبذل. أصلي للنفس البعيدة أن تتوب وترجع، وأصلي للمؤمنين لكي يعلموا أن الوقت منذ الآن مقصر، وأصلي للخادمين أن نكون جميعا خادمين بنية صالحة. دعونا نسكب قلوبنا في محضرنا.